رفعت الراية. تندفع مهرات الانتاج عمر السنتين متنافسة على كأس كلية الملك خالد العسكرية. الشوط السريع شوط انطلاقة يبدأها تبدأ الانطلاقة. نشاهد الانطلاقة الآن تبدأ من جوبا ابنة سواف مع لويس موراليس. بسرعة تبدأ للصدارة، تبدأ للمركز الأول فيما المحاولات واللحاق من قبل زهرة الجبل ابنة كمال مع عبد العزيز الموسى. والمحاولات نشاهد هنا في المركز الثالث من قبل فادحة للتقدم، وكذلك نشاهد مثل الورد المرشحة الثالثة للفوز بهذا الشوط تحاول في المركز الرابع في ماروليكس. من أبرز الأسماء أيضا هي الأخرى تحاول التقدم في المركز الرابع، وسوريانا المرشحة الأولى للفوز بهذا الشوط تتقدم الآن. تتقدم سوريانا، نشاهد الاستحثاثات من قبل محمد النفزي لسوريانا في المركز السادس، يحاول استحثاثها للدخول كعادتها في أشواطها الماضية. ولا زالت جوبا تقود الانطلاقة، تقود الصدارة في هذا الشوط. فادحة قادمة من الخارج، وكذلك مثل الورد المرشحة الثالثة للفوز بهذا الشوط. المنعطف الأخير، جوبا تذهب للمركز الأول. ابنة سواف مع لويس موراليس تحاول توسيع الفارق. هل ستفعلها جوبا مع الميتين متر الأخيرة؟ هل ستفعلها جوبا؟ تهرب جوبا، لويس موراليس يستحث الهروب أكثر وأكثر. جوبا تستجيب، جوبا تستجيب. ها الانتصار الثاني بكأس كلية الملك خالد العسكرية. ألف مبروك لأبناء هيفا بن محمد عبود القحطاني.